سؤال. أنا كنت شابا مغرورا، لقد رفضت أكثر من 30 فتاة وكلهم كانوا بيوافقوا علي، والآن سن الزواج عدى بي واتحرمت من أن أكون أبا. بماذا تنصح شابا مغرورا وفتاة مغرورة؟ الوقف حال الشاب المغرور والعكس الآخر. رفضت أكثر من 30 فتاة يعني كانوا بيقفوا لك طوابير كده يعني يطلبوا القرب منك. وما أقول إنهم كانوا 30 ولا 29. أما تقول عدى بي سن الزواج وحرمت أن أكون أبا، ليه؟ عمرك قد إيه؟ يعني مين قال لك اتحرمت من السن، من السن اللي تبقى فيه أب؟ جرب الفتاة نمرة 31